بتوقيت العاصمة طرابلس، نشرة الأخبار من النبأ، والبداية بأبرز العناوين. العربي الجديد تكشف عن مخطط مصري لاقتحام مدينة درنة بالتعاون مع ميليشيات الكرامة. قيادي في ميليشيات الكرامة يعترف بقيام مجموعات تابعة لهم بحملات اعتقال ضد المواطنين في بنغازي. إيطاليا ترحب بمقترح فرنسا عقد جلسة لمجلس الأمن حول أزمة الهجرة في ليبيا. أهلا بكم. نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر قالت إنها مقربة من المؤسسة العسكرية المصرية أن ضباط يخططون لرسم استراتيجية لصالح ميليشيات الكرامة تسمح لهم باقتحام مدينة درنة. وأضافت الصحيفة أن ضباط مصريين سافروا إلى ليبيا للتأكد من خطة محاصرة ميليشيات الكرامة لدرنة منذ العام الماضي، وأن مسؤولين مصريين لاموا حفتر لعدم قدرته على إحكام الحصار على المدينة. ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تعاونا عسكريا كبيرا بين الجانبين، ولكن بطريقة غير معلنة لوجود حظر لتصدير الأسلحة إلى ليبيا. إلى بنغازي، كشف أمير القوات الخاصة التابعة لميليشيات الكرامة ونيس بوخمادة عن قيام مجموعات تتبع ما أسماها بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بحملات اعتقال ضد المواطنين، وخاصة في ساعات الليل بمدينة بنغازي. واعترف بوخمادة خلال الاجتماع الأول للغرفة الأمنية المشتركة، اعترف بهشاشة وتفاقم الأوضاع الأمنية بالمدينة، ولفت إلى أنه سيتم التعامل بقوة السلاح مع من وصفهم بالخارجين عن القانون ومكافحة كل الخروقات الأمنية بالمدينة. ونبقى في بنغازي، حيث تتجدد الاشتباكات في منطقة سيدي خريبيش من حين إلى آخر بشكل متقطع. اشتباكات متواصلة منذ إعلان حفتر تحرير بنغازي تحريرا غير منقوص حسب ادعائه. عمليات تمشيط لآخر معقل مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي في منطقة سيدي خريبيش، هذا ما يردده قادة ميليشيات الكرامة منذ ما يزيد عن 4 أشهر من إعلان حفتر تحريره المزعوم للمدينة. بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرا كاملا غير منقوص، وتعلن انتصار جيشك الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب. عملية تمشيط ربما هي الأطول من نوعها في تواريخ الحروب، فقد خلالها حفتر أكثر من 40 مقاتلا إلى جانب عشرات الجرحى. احتفالات وبروباغاندا إعلامية، الصبري وسوق الحوت تحت سيطرتنا، قال حفتر وأتباعه غضا الطرف عن منطقة سيدي خريبيش. تحرير يعيد إلى الأذهان إعلانات حفتر وتعهداته المتكررة بالسيطرة على كامل مدينة بنغازي منذ أكثر من 3 أعوام. إعلان فتح الميناء والمطار واستقبال لمسؤولين إقليميين ودوليين وحملات تفويض ومهرجانات إعلامية، بينما تعيش مناطق وسط المدينة على وقع الرصاص خالية على عروشها، يغيب عنها سكانها وتحصدهم الألغام إن حاولوا العودة. أكد المجلس العسكري الخمس أن الأوضاع الأمنية تسير بشكل اعتيادي وأن طرق المدينة مفتوحة. وقال عضو المجلس العسكري فريد بن نورة في اتصال مع النبأ إن المجلس فتح الطريق الساحلي الذي قفله بعض الأشخاص احتجاجا على مداهمة الغرفة الأمنية المشتركة، متهما بقتل 7 أشخاص والقبض على 14 آخرين كانوا يرافقونه. وأشار إلى أن كافة العناصر الأمنية
أمنية متمركزة في مواقعها ولا توجد أي توترات أمنية بالمدينة. هذا وطالب مجلس حكماء وأعيان مصراتة الأجهزة الأمنية والأهالي بالوقوف صفا واحدا في وجه ما وصفه بالإرهاب والمساهمة في تمكين المؤسسة الأمنية من أداء عملها على أكمل وجه. وقدم المجلس في بيان له العزاء لأسر شهداء الواجب من غرفة العمليات الأمنية المشتركة بمصراتة الذين ارتقوا أثناء عملية مداهمة في مدينة الخمس. وفي أقصى غرب البلاد أعلنت غرفة عمليات الوادي تشكيل قوة دعم الأجهزة الأمنية بصبراتة تختص بتقديم الدعم للأجهزة في المدينة. وذكر بيان للغرفة الأحد أنها ستتولى القبض على المطلوبين في قضايا جنائية وفقا للشكاوى والبلاغات المقدمة لمراكز الشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى. وأضاف البيان أن القوة ستباشر مهامها بعد الانتهاء من بعض الترتيبات اللازمة بحسب بنص البيان. وفي آخر تطورات ملف الهجرة، رحب وزير الخارجية الإيطالي أنجيلانو ألفانو بمقترح فرنسا لعقد جلسة إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول أوضاع المهاجرين في ليبيا. وأضاف ألفانو أنه بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان، بحث كيفية رسم تصور مشترك بشأن المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا. وكان وزير الخارجية الفرنسي صرح في وقت سابق بأن أنه من الضروري أن يستمع مجلس الأمن لتقارير المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الوضع الحقيقي للمهاجرين في ليبيا. إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج إن ليبيا تواجه تحديات في الفترة الراهنة متمثلة في الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب. وأضاف السراج خلال اجتماع الأحد مع بعثة الاتحاد الأوروبي للأمن وإدارة الحدود طرابلس، أضاف أن ملف الحدود يكتسب أهمية بالغة نظرا للتحديات التي تواجهها من الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب. من جانبه، أكد رئيس البعثة الأوروبية أن العمل المنجز كبيرا وهو ليبي صرف ويحتاج مزيدا من الوقت لتكون الفرق الليبية في أفضل حال لتأمين الحدود. هذا وتتواصل ردود الفعل حول التحقيق الذي نشرته شبكة CNN الأمريكية حول وجود أسواق للاتجار بالبشر في ليبيا. يتزامن ذلك مع إعلان خفر السواحل الليبي انتشال جثث 30 مهاجرا غير شرعي غرقوا في المتوسط. التقرير التالي يرصد آخر ردود الفعل حول الحادثة. معا لمكافحة العبودية، شعارات رفعها متظاهرون جابوا شوارع بروكسل تنديدا بظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا. لم يكتفي المتظاهرون بالسير في الشوارع ورفع لافتات تناهض العبودية، إنما امتد احتجاجهم ليأخذ شكلا آخر، إذ قام عدد من المتظاهرين الملثمين بأعمال عنف طالت الحي التجاري وسط العاصمة البلجيكية. أعمال دفعت الشرطة للتدخل وإيقاف 50 شخصا من المتورطين في أعمال العنف، بينما لم تسجل أي إصابات في صفوف المتظاهرين. غضب عارم يجتاح عددا من شوارع العواصم الأوروبية، فقبل أيام من الحراك الذي شهدته بروكسل جالت مظاهرات مشابهة شوارع العاصمة باريس ليعلن المتظاهرون أنهم ليسوا عبيدا، إنما بشر يبحثون عن الحياة. ردود الفعل لم تقتصر على متظاهرين يجوبون شوارع العواصم الأوروبية، إنما امتدت لتشمل بعض رؤساء الدول الإفريقية. الرئيس الإيفواري الحسين وتارا دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة المجرمين الذين يبيعون مهاجرين أفارقة في ليبيا دون الإشارة إلى هوية من وصفهم بالمجرمين. وأعرب الرئيس الإيفواري عن صدمته من التقارير التي تحدثت عن تجارة البشر، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمكافحة أسواق العبودية وعدم الاكتفاء بالتنديد.
لا تزال صدمة تقرير تجارة العبيد في ليبيا تتفاعل على الساحة الدولية، لكن ثمة أحداث أخرى تجري بالتزامن مع ردود الفعل كشف عنها جهاز خفر السواحل الليبي في تقرير أفاد بدخول أكثر من 20,000 مهاجر غير شرعي إلى ليبيا ما بين عامي 2016 و2017، وكان معظمهم يحملون الجنسية النيجيرية. تقارير أخرى أعلنت تمكن جهاز خفر السواحل من انتشال 300 جثة لمهاجر غير شرعي لم ينجوا في اجتياز المتوسط والوصول إلى الشواطئ الأوروبية. من جانبه نفى وزير خارجية النيجر إبراهيم يعقوب أن يكون أي من مواطني أو مواطني بلاده المقيمين في ليبيا قد تعرض لما سماه تجارة الرقيق خلافا لما سوقته بعض وسائل الأعلام. وأكد يعقوب أمام جلسة برلمان بلاده أن أكثر من مليون نيجيري يعيشون ويعملون في ليبيا بصورة طبيعية ولا يهتمون بما يذاع حول أسواق الرقيق في ليبيا. ورجح إمكانية تعرض بعض مواطني بلاده لمضايقات أو توقيف في مراكز إيواء المهاجرين أسوة بالمهاجرين غير الشرعيين. هذا وحذرت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية من أن اتهام ليبيا بتجارة الرقيق سيترتب عليه نتائج سيئة وتدخلات وصفتها بالسافرة في الشأن الداخلي الليبي. واستغربت الجمعية في بيان لها ما بثته أحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية وطريقة تناولها للموضوع وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية. ووصفت الجمعية هذا الاتهام بالخطير، مشيرة إلى أن بث الأشرطة تسبب في ردود فعل قوية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتأجيج للرأي العام المحلي والعالمي. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن قرب استئناف شركة نفطية روسية عملها في ليبيا. أهلا بكم من جديد. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة النفط الروسية قررت استئناف نشاطها بليبيا في المدة القريبة القادمة بعد تقييمها للجانب الأمني. وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني أن إعلان الاستئناف جاء عقب اجتماع ضم أعضاء بالمؤسسة مع مدير فرع الشركة الروسية في ليبيا رافائيل يبروف. ولفتت المؤسسة إلى أن الشركة أعربت عن استعداد عدد من المقاولين المتعاقدين معها لتقديم الخدمات المطلوبة، كما أبدت رغبتها في توسيع التعاون مع المؤسسة في العديد من المجالات كالتطوير ورفع معدلات الإنتاج. اشتكت مديرية أمن أزوارة من نقص تزويدها بآليات للعمل وعجزها جراءه عن تغطية الدور الأمني المنوط بها وفق قولها. وفي رسالة موجهة إلى وكيل وزارة الداخلية من الإدارة العامة لشؤون الآليات بالوزارة، دعت الأخيرة إلى النظر بشكل استثنائي لمديرية أزوارة كونها منطقة حدودية. وأخلت مديرية المدينة مسؤوليتها من أي تقصير رغم سعيها لأداء دورها في توفير الأمن حسب رد لها على صفحتها الرسمية في الفيسبوك. حذرت مديرية أمن زوارة من خطورة طريق زوارة أبي كماش الذي أودى بحياة كثير من المواطنين. وخاطبت المديرية وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة لوضعها في صورة الموقف، داعية إلى إيجاد حل عاجل من كل الجهات التي لها علاقة. ووفق تقرير المديرية عن الطريق فإنه يعاني قلة الإنارة ونقص إشارات المرور ومنعطفات خطيرة دون حواجز جانبية للحماية. نشاهد التفاصيل في سياق التقرير التالي.
طريق الموت، لقب ارتبط بطريق زوار بوكرناش بعدما طوت كيلومتراته أرواح عشرات الأشخاص. تدهور البنية التحتية وانعدام الصيانة اللازمة وغياب العلامات الإرشادية حولته تماما في أذهان من يعرفونه إلى معبر محتمل للموت. أصبحت الحوادث بطريقة مريعة جدا، يعني أغلب جل الحوادث اللي حصلت في الطريق هذا جل حوادث قاتلة، يعني عادة تكون اصطدام نتيجة لعدم وجود العلامات الخط الفسفوري، لعدم وجود مطبات، لعدم، وكل هذه الأمور ساهمت بشكل كبير في 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 هذه الحوادث. الطريق يعاني وفق مديرية أمن زوارة غياب الإنارة الكافية ونقص إشارات المرور، فضلا عن منعطفاته الكثيرة مع رؤية ليلية تكاد تكون منعدمة. آخر ضحايا طريق الموت كانت عائلة بأسرها فارقت هذه الحياة الأسبوع الماضي بسبب حادث سير. ووفقا لمديرية زوارة بلغ عدد ضحايا هذا الطريق في سنة واحدة 17 شخصا. نطالب جهات الاختصاص أن تهتم اهتمام كل من الطريق هذه اللي هي وودت بها حياة عائلات وارواح اكثر من غير متوقع. هو عندي حتى الاحصائيات موجوده، حنوريك الاحصائيات باذن الله. نتمنى عليكم راهي طريق حتى السكان سموها طريق الموت. طريق رغم تسببه في جميع هذه المآسي ما يزال الحل ازاءه مفقودا الى يومنا هذا، وسط نداءات استغاثة من الأمنيين والمواطنين ومطالبات بحل جذري يحمي أرواح البشر بعدما ضاقوا ذرعا بمخاطره. أبدى مصرف ليبيا المركزي استغرابه بيان رئيس المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة فايز السراج. المصرف وفي بيان له رحب بالدعوة إلى إنهاء دور المؤسسات الموازية، مطالبا بتكليف جهة متخصصة بمراجعة أعمال المصرفين في طرابلس والبيضاء. وأرجع المصرف أسباب الأزمة التي تعيشها ليبيا إلى حالة الانقسام السياسي وغياب مؤسسات الدولة، إضافة إلى وجود حكومات موازية. وأكد خسارة ليبيا لأكثر من 160 مليار دولار بسبب الإقفال القسري للموانئ والحقول النفطية، فيما قدر حجم الدين العام ب 71 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر 2017. في شأن آخر، أفاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بأن المؤسسة خصصت ما يقدر ب 12 مليون يورو لأحياء فندق أبو نواس بتونس. وقال محمود في تصريح خاص للنبأ أنه اتفق مع المدير العام لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار على اتخاذ إجراءات عاجلة لتوحيد الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية لايكو تحت إدارة تنفيذية واحدة. وأشار محمود إلى أن المؤسسة ستشرف على تمويل صيانة فندق أبو نواس بتونس، كما ستقوم بتشغيله بعد نحو شهرين تقريبا حسب قوله. أفادت الشركة العامة للكهرباء بدخول الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة إلى الشبكة بقدرة إنتاجية تبلغ 220 ميجاوات. وأضافت الشركة في منشور لها الأحد أن الوحدة الثانية بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية دخلت بدورها إلى الشبكة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة، وتصل القدرة الإنتاجية للوحدة إلى 100 ميجاوات، ما سيمكن من التقليل من نسبة العجز الحاصل وفق قولها. بحث وزير شؤون المهجرين والنازحين بالحكومة المقترحة يوسف جلالة مع مدير الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع طرابلس خالد المرغني بحث آلية توزيع المساعدات على مستحقيها بكل مناطق ليبيا. وأضاف الطرفان وفقا لما نقلته إدارة التواصل والإعلام برئاسة المقترح الأحد أنه سيجري التنسيق مع فروع الهيئة في البلديات بعد استلام المساعدات من الهيئات الدولية العاملة في هذا المجال وتسليمها للهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإغاثة لتوزيعها.
قال مدير مكتب الخدمات بشركة المياه في سرت سعيد مشري إن مياه الشرب انقطعت عن العديد من المساكن والمزارع بمنطقة الجبيبة غرب مدينة سرت. مشري أرجع في اتصال مع النبأ أسباب انقطاع المياه إلى تعديات بعض المواطنين على خطوط نقل المياه من الخزان الرئيسي بالمنطقة. وحسب مشري فإن هذه التعديات طالت المحطة والخزان الرئيسي وسرقت المدخات الكبيرة التي تضخ المياه إلى المساكن والمزارع بالمنطقة. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. العربي الجديد تكشف عن مخطط مصري لاقتحام مدينة درنة بالتعاون مع ميليشيات الكرامة. قيادي في ميليشيات الكرامة يعترف بقيام مجموعات تابعة لهم بحملات اعتقال ضد المواطنين في بنغازي. إيطاليا ترحب بمقترح فرنسا عقد جلسة لمجلس الأمن حول أزمة الهجرة في ليبيا. كما تابعتم أيضا، المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن قرب استئناف شركة تتنفط النفطية الروسية عملها في ليبيا. وتنوه قناة نبأ مشاهديها الكرام إلى تغير تردد القناة وفق الأعدادات الظاهرة على الشاشة. أيضا كما يمكنكم المتابعة على مواقعنا الإلكترونية نبأ.في وأيضا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.